إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال حديثنا موصولا في هذه السلسلة المباركة التي بدأناها بدرس الأمس، سلسلة رقائق إيمانية، وتحدثنا في أولى دروسها عن مجاهدة النفس، أو كيف يجاهد الإنسان هواه، كيف يجاهد الإنسان نفسه حينما تأمره نفسه الأمارة بالسوء بمعصية من معاصي الله، فكيف يجاهد نفسه وكيف يبتعد عن مواطن المعصية. والآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل الحديث حول مجاهدة النفس. قلنا في درس الأمس من عوامل المجاهدة المداومة على العمل الصالح، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من عوامل المجاهدة البعد عن مواطن المعاصي، البعد عن مواطن المعاصي. فالمعاصي كالأمراض المعدية، من جالس أهلها أو خالطهم لابد أن يتأثر بهم ولو بعد حين، ولذلك يجب على الإنسان الذي يسلك طريق المجاهدة أن يلزم نفسه بالابتعاد عن كل ما يجر إلى المعاصي أو يذكر بها، وبخاصة رفاق السوء ومجالس اللهو ومواطن المنكرات. كما يجب عليه أن يتلف كل ما لديه من وسائل المعاصي كآلات اللهو وأشرطة الغناء، الأفلام والصور الماجنة، لأن هذه المنكرات ما دامت قريبة منه فهي أسلحة بيد النفس الأمارة والشيطان المتربص، وهي كالوقود الذي إذا وضع بجانب لهب النار سرعان ما يشتد اشتعاله فيدمر ويهلك. فمن أراد لزوم طريق الطاعة وبادر إلى التوبة النصوح عن المعاصي وعزم على مجاهدة نفسه للسير بها إلى مرضات الله، فليجرد تلك النفس من كل سلاح قد تستخدمه لإعادة العبد إلى طريق السوء أو تشوقه إليه. وأبرز دليل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم من قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم دل على راهب فقتله فكمل به 100، فلما دل على عالم وأرشده إلى طريق التوبة بين له ما يعين على استمرارها، أي على استمرار التوبة وعدم الرجوع عنها، ويمده بالطاقة على مجاهدة نفسه، فقال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهكذا يتبين أن البعد عن مواطن المعاصي وكل ما يتصل بها أساس لابد منه لتقوية داعي الإيمان في النفس والتغلب على داعي الهوى والانتصار على النفس الأمارة بالسوء. ومن أبسط الأمثلة العملية المؤيدة لذلك أن من أراد الإقلاع مثلا عن التدخين وقد ترك علب السجائر في بيته ولم يتخلص منها واستمر في تقديمها لضيوفه، فإن امتناعه عن التدخين لن يطول، ولا بد أن تضعف إرادته وتخور عزيمته وهو يرى علب السجائر أمامه صباح مساء. ومهما اعتقد نظريا ضرر التدخين وشره فإن نفسه ستغلبه لأنه لم يجردها من سلاحها. أيضا من عوامل مجاهدة النفس العامل الثالث التدرج في مجاهدة النفس، التدرج، الأخذ بسنة التدرج. فالعزم الأكيد على المبادرة إلى جهاد النفس وعدم التسويف في ذلك لا يعني أن يجاهد العبد نفسه الأمارة في ساعة من الزمن كأنه يريد أن ينقض عليها انقضاضا حتى تتخلى عن جميع الصفات المزمومة وتتحلى بالخصال المحمودة دفعة واحدة، فإن هذا مخالف لطبيعة البشر، وبخاصة أن كثيرا من العادات والأفعال السيئة عندما يمارسها الإنسان مدة طويلة من الزمن فإنها تصبح ثابتة في النفس مستقرة فيها، ولا بد من إرادة قوية وجهد متواصل وتدريب متكرر حتى تتخلى عن هذه العادات السيئة وتتحول من الشغف والتعلق بها إلى النفور منها والكراهية لها. وأقرب مثال لذلك الطفل الرضيع الذي اشتد تعلقه بالرضاعة، لو أرادت أمه أن تفطمه مرة واحدة فإنها لن تتمكن من ذلك، وسيزداد تعلق الطفل بالرضاعة وتشوقه إليها.
الأسلوب الصحيح أن تحاول الأم بالتدريج وبمختلف الوسائل صرف الطفل عن هذا التعلق الشديد وإيجاد البديل الذي يستغني به عن الرضاعة، فإذا انفطم كره أن يعود للرضاعة مرة ثانية ونفر منها. إذا معنى ذلك أن الإنسان حينما يجاهد نفسه يأخذ بأسلوب التدرج، وهذا الأسلوب الحكيم في مجاهدة النفس حتى تتحول من محبة المعصية إلى كراهية المعصية هو الأسلوب الذي حرم به الإسلام الخمر والربا وغيرهما من المنكرات التي كانت متأصلة في النفوس، حتى سارع الصحابة رضي الله عنهم إلى سكب ما لديهم من الخمر في طرقات المدينة بعد أن كانوا قبل الإسلام لا يصبرون على فراقها، يعني كانوا قبل الإسلام لا يصبرون على فراق شرب الخمر، يعني كانوا يشربونها كما نشرب نحن الماء، ومع ذلك لما حرم الله سبحانه وتعالى بالتدريج ونزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قام الصحابة رضي الله عنهم بسكب ما لديهم من الخمر في طرقات المدينة. ولا شك أن النفس الأمارة عدو متربص ولا يتم التغلب عليها إلا بالثبات وطول المجاهدة وترسيخ الإيمان وزيادة الصبر حتى تذل وتقنع، وتحطيم العادات السيئة المتأصلة في النفس مع المبادرة إلى الأعمال الصالحة أشبه بالتدريب الرياضي. مرة أخرى هذه الجملة مهمة، تحطيم العادات السيئة المتأصلة في النفس مع المبادرة إلى الأعمال الصالحة أشبه بالتدريب الرياضي، فمن أراد التدريب على رياضة ما كالمشي الطويل فلا بد أن يعد نفسه لذلك بالتدريج، ولو أنه بدأ من اليوم الأول مسيرا طويلا قد لا يتمكن من إتمامه ولا يصبر عليه فيخفق في تحقيق الهدف ويتخلى عنه وييأس من إكمال الطريق. والعادة سواء كانت حسنة أو سيئة فإنها تتكون في النفس وتتعمق فيها مرة بعد مرة، ويعاني الإنسان في بادئ الأمر من الاستمرار فيها إذا لم تكن موافقة لحظوظ النفس، ولكنه مع التكرار والتدرج يألفها ويتعود عليها. فإذا أراد الإنسان أن يستأصل عادة سيئة ويزرع مكانها عادة حسنة وخلقا فاضلا فلا بد له أولا من تقوية الهدف الباعث لذلك، ثم العزم والتصميم والثقة في النفس وعدم التردد حتى يصل إلى الهدف ويصبح ذلك ملكة وطبعا مألوفة. وقد أوضح الإمام ابن القيم هذا المعنى فقال المزاولات تعطي الملكات، المزاولات يعني مزاولة الأمر مرة وراء المرة تعطي الملكات، يعني يصبح أمر يعني طبع في الإنسان يألفه. يعني على سبيل المثال مثلا الإنسان حينما إذا لم يكن مثلا من أهل صلاة الفجر في جماعة حينما يستيقظ للمرة الأولى يصعب عليه هذا الأمر، المرة الثانية يصعب وهكذا يجاهد نفسه حتى تستقيم وتثبت على صلاة الفجر في جماعة. طالما زاول هذا الأمر مرارا وتكرارا أصبح هذا الأمر مألوفا له، تجده حتى ولو لم يضبط المنبه للاستيقاظ لصلاة الصبح في جماعة تجده يستيقظ في هذا الوقت الذي اعتاده لصلاة الصبح في جماعة وهكذا. فالإمام ابن القيم يقول المزاولات تعطي الملكات، ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة وسجية وطبيعة، غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث. إلى هنا انتهى كلام. الأمر الرابع من عوامل مجاهدة النفس معاقبة النفس والتشديد عليها، فإذا رأى المسلم من نفسه ميلا إلى المعاصي وتقصيرا في الطاعات ولم تطاوعه نفسه على سلوك طريق الحق فليبادر إلى معاقبتها بعقوبة مشروعة حتى تنزجر وتستقيم، وذلك كما يعاقب الأب ولده العاصي لتأديبه وتربيته، فالنفس أحق بالعقوبة والتأديب من الولد ونحوه. والمقصود بالعقوبة المشروعة هنا إلزام النفس بشيء يشق عليها فعله بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضرر بالجسم أو إيذاء له. أنفع العقوبات ما كان عملا صالحا من الأعمال التي تشق على النفس كالصدقة وصيام عدة أيام وقيام ساعات من الليل، وذلك يختلف بحسب اختلاف النفوس وقوة صبرها. وقد ألمح الإمام ابن القيم إلى ذلك فقال من الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به
وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره، فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له على داعي هواه إلى ارتكاب ما نهي عنه. ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات، وكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ولا يصبر على نظرة محرمة. وعلى هذا يمكن للعبد أن يلاحظ الأعمال التي تشق على نفسه فيجعلها عقوبة يؤدب بها تلك النفس إذا وقعت في معصية أو فرطت في طاعة. مثلا إن ضيع صلاة الفجر بسبب مشقة الاستيقاظ وترك لذيذ المنام، فليقم بإحياء ساعات من إحدى الليالي يهجر فيها مضجعه، وإن قصر في حق غيره بخلا بالمال فليتصدق ليلزم نفسه بالإقلاع عن تلك الآفة. يبقى إذن الإنسان يعرف من نفسه أي الأمور يعني تشق عليه ويقوم بفعلها طالما أن هذا الأمر إيه يعني مباح شرعا. يعني مثلا إذا قصر في طاعة من الطاعات فمن الممكن يقول لك طب أنا في هذه الليلة سأصلي مثلا أو سأستيقظ مع الساعة الثانية ليلا وأصلي، أو سأصوم مثلا الاثنين المقبل، أو أصوم ثلاثة أيام وهكذا. يبقى العقاب هذا أو أتصدق. يعني مما ورد أن أحد الخلفاء أقسم يمينا وحنث فيه، فحينما يعني أراد أن يكفر عن يمينه، فطبعا كفارة اليمين داخل فيها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، إذا الإنسان لم يجد هذه الأشياء فيصوم ثلاثة أيام. فلما استفتى أحد الفقهاء قال له لا، أنت يعني موضوع إطعام عشرة مساكين أو تحرير رقبة أو كسوة المساكين هذا أمر سهل بالنسبة لك، صح ولا لا؟ أنك أنت يعني معك الأموال الطائلة تستطيع أنك أنت يعني تكسو المساكين وتطعمهم إلى آخره. إنما الكفارة المناسبة لك هي أن تصوم ثلاثة أيام. تعال بقى خليفة في قصره وملك في قصره يعني يصوم ثلاثة أيام عن الطعام والشراب والجواري والتاء، يعني أمر إيه؟ أمر من الصعب عليه. فقالوا لا، العقوبة المناسبة لك أو الكفارة المناسبة لك هي أن تصوم. لما يصوم ثلاثة أيام ويشعر فعلا بالعقوبة في هذا، يبقى بعد ذلك حينما يريد أن يقسم أو يحلف فسيكون متأكدا من أنه سيكون برا بقسمه أو بحلفه. فالتجديد على النفس ومنعها مما تحب لفترة محددة ترويض لها وتليين لطبعها وعلاج لأمراضها، هو بمنزلة الدواء المر الذي يشربه المريض وهو كاره له، رجاء أن يكون سببا في الشفاء بإذن الله. كما أن من وسائل عقوبة النفس منعها من طعام تشتهيه أو نحو ذلك حتى تتخلى عن صفة مذمومة أو عادة سيئة، بل إن تقليل الطعام وعدم الإسراف فيه وسيلة لا بد منها لتنشيط النفس على الطاعة وتقوية بواعث المجاهدة. ولهذا ورد في الحديث عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشوف الحديث بتاع الرسول يقول لك بحسب ابن آدم أكيلات، أكيل يعني تتصغير الأكلة، يعني وفي رواية أخرى بحسب ابن آدم لقيمات، يعني تصغير للقمة، مش 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 بحسب ابن آدم قصيعات من الكسكس أو طواجين من اللحم البرقوق مثلا أو رفيسة وبسطيلة وهكذا، لا ده لقيمات، يعني هكذا، يعني شيء يسير هكذا حتى يستطيع أن هو يواصل الحياة، لأنه لم يعش ليأكل وإنما يأكل ليعيش، يعني يستمر في الايه في الحياة. بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه. فالإكثار من الطعام والشبع المفرط يثقل عن الطاعات، ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. وأنتم تلاحظون هذا، يعني سبحان الله، الواحد ممكن يكون يعني ينوي أن هو يأتي مثلا صلاة العشاء في جماعة، يجلس مثلا ويتناول طعام العشاء، يضرب هذا من هنا ويأكل هذا من هنا ويطحن هذا من هنا،
يجي الوقت يقول لك والله استنى خلاص يعني هصلي في الايه؟ اصلي في البيت. فهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. العامل الخامس بقى من عوامل مجاهدة النفس ترويح النفس. فكثرة المجاهدة والاشتغال بتأديب النفس وموعظتها قد يؤدي إلى السآمة والملل، ولذلك لابد من ترويحها بين الحين والآخر ببعض المباحات للتقوي بها على الطاعات. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، يعني كراهة الملل. والمقصود من ذلك كما قال الإمام ابن حجر أنه كان يراعي الأوقات في تذكيرهم ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا يملوا، والضابط في ذلك الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب على الخواطر. تعرف الإنسان وهو جالس هكذا من الممكن أن يخطر في باله خاطر من خواطر المعصية، أو يفكر في أمر من أمور المعاصي، وحتى ولو هو موجود في المسجد من الممكن حتى يرد خاطر المعصية للإنسان وهو في الصلاة، أو الشيطان لن يتركه في حاله. فمن رحمة الله عز وجل بعباده، طبعا الحديث الآن عن مجاهدة النفس على الخواطر، الخواطر التي تخطر في بال في بال الإنسان، فمن رحمة الله بعباده أن الخواطر التي هي حديث النفس لا حساب عليها ما لم تتحول إلى عزم محرم ونية وقصد. وقد نزل بادئ الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني حتى ولو في شيء في نفسك وأنت أخفيته من المعاصي وأنت تود أنك أنت تقوم به، يعني لو ورد خاطرك كذا يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ففهم الصحابة من عمومها المؤاخذة على حديث النفس وشق ذلك على الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. فلما فعلوا ذلك نزلت الآيات التالية، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كما أن مما يدل على أن الله سبحانه تجاوز برحمته عن الخواطر وحديث النفس ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما لم تتكلم، طالما لم تعمل، فالله سبحانه وتعالى يعفو عن هذه الخواطر. ولا شك أن الخواطر التي تخطر في بال الإنسان يعني وفي عقله، منها ما هو داع إلى المعصية، ومنها ما هو ترغيب وهمة إلى الطاعة. ولذلك الإمام الغزالي قسم هذه الخواطر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يعلم قطعا أنه داع إلى الشر فلا يخفى كونه وسوسة. والقسم الثاني: ما يعلم أنه داع إلى الخير فلا يشك في كونه إلهاما، يعني يجي لك خاطر كده أنك أنت تعمل عمل من عوامل من أعمال الخير، هذا يسمى بالإلهام، الله سبحانه وتعالى يلهمك هذا هذا الأمر. إنما خواطر الشر يطلق عليه وسوسة، خواطر الخير يطلق عليه إلهام. والقسم الثالث: ما يتردد فيه، فإن من مكايد الشيطان أن يعرض الشر في معرض الخير أحيانا ليستدرج العبد إلى المعصية بالحيلة ويزينها له. وبهذا التقسيم نتبين أهمية الخواطر باعتبارها البذرة الأولى التي تنبت العمل سواء كان طاعة أو معصية. يعني لأن الخواطر هي التي تقود، أو فكر الإنسان هو الذي يقوده إلى إلى العمل. وقد أشار الإمام الغزالي فقال إلى هذا الأمر فقال: الخواطر هي المحركات للإرادات. شوف كلام العلماء، أقول لك الخواطر هي المحركات للإرادات، يعني أنت مش هتتحرك من نفسك هكذا إلا بعد أن أنت يخطر في بالك أمر ما. فالخواطر هي المحركات للإرادات، فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد خطور المنوي بالبال لا محالة.
بعد خطور المنو بالبال يعني بالعقل لا محالة، فمد إلى أفعال الخواطر، ثم الخاطر يحرك الرغبة، والرغبة تحرك العزم، والعزم يحرك النية، والنية تحرك الأعضاء. شفت يعني الأمور بتترتب على بعضها كيف؟ بيقول الخواطر أولا، الخاطر لما تفكر في شيء يحرك الرغبة، الرغبة بعد كده تحرك العزم، الإنسان بقى يعزم على إيه؟ على فعل سواء كان سيئا ولا صالحا. العزم يحرك النية، النية تحرك الأعضاء، الأعضاء بقى تسير إلى هذا الإيه؟ تسير إلى هذا العمل. فمن أراد وقاية نفسه من العزم المحرم وما ينتج عنه من فعل المعصية فليجاهد مبدأ هذا العزم ألا وهو الخواطر، لأن معظم النار من مستصغر الشرر، ومن قضى على الشرر سلم من خطر النيران. وقد أرشد الإمام ابن القيم إلى ضرورة مجاهدة الخواطر لئلا تترسخ في النفس، فقال دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة. يعني بقول لك جاهد في لما تجيلك الخواطر لا تسترسل معها. وفي واحد لما بتجيله يعني خاطرة سيئة في ذهنه بيجلس بقى وتعربس، أحيانا ممكن نطلق عليه أحلام اليقظة، إن الإنسان هو جالس هكذا فبيفكر في أشياء سيئة، صح ولا لا؟ فإذا لم يجاهد الإنسان هذه الخواطر، الإمام ابن القيم يقول لك دافع الخطرة يعني جاهدها من البداية، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. ولذلك بتسمى بالعادات السيئة. ولكن المبدأ بيكون خاطر، وبعد كده الخاطر بيترتب عليها هذه الأمور التي ذكرناها حتى تصبح عادة مترسخة في الإنسان يصعب عليه أنه ينتقل منها إلى عادة حسنة. فبيقول لك في الأصل هي الخواطر، إذا جاهد الإنسان الخواطر السيئة فلن يقع في أفعال سيئة. فالخواطر وإن كان الله سبحانه قد عفى عنها إلا أن الاسترسال فيها يؤدي إلى العزم المحرم حتى يوقع العبد في المعصية، ولذلك لابد من مجاهدة هذه الخواطر ومتابعة آثارها في النفس حتى تقتلع وتزول. ولعل مما يستشهد به في هذا المجال ما رواه الإمام الترمذي عن عطية السعدي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. يضاف إلى ذلك أن ملاحظة خواطر النفس والانتباه إليها يعرف المسلم بمستوى التزكية التي ارتقت إليها نفسه، فمن كانت خواطر السوء متأججة في نفسه دائما يفكر في أمور سيئة وفي معاصي إلى آخره، فمن كانت خواطر السوء متأججة في نفسه فهذا مؤشر خطير على مرض تلك النفس وضعفها وتسلط الشيطان عليها، وعندئذ لا بد له من مجاهدتها واتباع المنهج الإسلامي في تزكيتها وترقيقها حتى تتطهر من أضرانها. ولو أن العبد المسلم أقلع عن المعاصي وتاب منها لكنه ما زال يعاني من خواطر السوء التي تدعوه إليها فليستعن بالله تعالى في مجاهدتها، لأن هذه الخواطر دخان المعاصي، هي البذور بتاعة المعصية، لأن هذه الخواطر هي دخان المعاصي، فقد ذهبت المعصية وبقي دخانها، وذهب الشيطان وبقي ظله، ولا زال الهوى والتعلق بالمعصية باقيا في قلبه الذي لم يسقل بعد. وفائدة مجاهدة هذه الخواطر انتزاع دخان المعصية حتى تفطم النفس عنها وتنفر منها. كلام يعني تعرف لما تسمع كلام أطباء القلوب، شوف كلام مرة أخرى إنه كلام مهم في الحقيقة، يقولون أن ملاحظة خواطر النفس الأشياء التي تفكر فيها الإنسان، أنت من خلال التركيز على الأمور التي تفكر فيها بتعرف نفسك أن أنت فعلا يعني نفسك قوية على مجاهدة الشيطان، وأنت يعني تستطيع أنك أنت تتغلب على نفسك الأمارة بالسوء أم لا. يقولون ملاحظة خواطر النفس والانتباه إليها يعرف المسلم بمستوى التزكية
التي التزكية معناها كما قال الله سبحانه يزكيهم وإيه ويعلمهم، التزكية التي ارتقت إليها نفسه. فمن كانت خواطر السوء متأججة في نفسه فهذا مؤشر خطير على مرض تلك النفس وضعفها وتسلط الشيطان عليها، وعندئذ لابد له من مجاهدتها واتباع المنهج الإسلامي في تزكيتها حتى تتطهر من أضرارها. لابد من التزكية واتباع المنهج الإسلامي في هذه التزكية حتى تتطهر النفس من إيه؟ من عيوبها. ولذلك نحن نركز في هذه السلسلة من مشيئة الله سبحانه وتعالى، السلسلة التي بدأناها بالأمس اللي هي سلسلة بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا وانتهينا من سلسلة فقه الأقليات، بدأنا بالحديث عن هذه السلسلة اللي هي الرقائق الإيمانية لكي نرقق قلوبنا ونزكي نفوسنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.